العلاقات الجزائرية الإيطالية قديمة. ثانيا العلاقات الإيطالية الجزائرية زادت التعزز تاعها في آخر زيارتين كنت قلتها، زيارة رئيس الدولة، زيارة الدولة رئيس الجمهورية الإيطالية، كذلك زيارة إلى الجزائر، كذلك زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية إلى إيطاليا، أمور تشاركت كثيرة على مستوى المجالات، مش فقط السياسي، كذلك الثقافي، كذلك الاجتماعي، اقتصادي، يعني مجموعة كبيرة من التشاركات يعني لقيناها مع بعضنا البعض. نظن أنه أنا في مجالي نتكلم على مجال التوأمة تاع اليوم، إحنا لقينا الخيار الإيطالي يعني أحسن خيار لنا.